السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن إن شاء الله. بقول لحضرتك، لما عالم يضعف حديث تمام، وعالم آخر يصححه، الواحد ياخد بأي رأي؟ خذ رأي العالم الأقوى ابتداء، إن عجزت عن التدقيق خذ الأحوط لك في دينك. الأقوى دي يا شيخ اللي بيحدثها طبعا حد يكون فاهم صدقه. أيوة، خذ ماشي، خذ الأحوط لك في دينك. ماشي، السلام عليكم.